انا يشرفني يا عمي ان انا اجي اطلب ايد الانسه مره من حضرتك. يا طارق يا ابني، انا مش هلاقي عريس لبنتي احسن منك، وانا ما شفتك واتكلمت معاك عرفت ان انت انسان محترم ودخلت البيت من بابه. ده من ذوق حضرتك والله، شكرا. اسمع يا ابني، مروه دي بنتي الوحيده وما عنديش اغلى منها في الدنيا كلها، وانا واخده عهد على نفسي انا وباباها ان لا يمكن نجوزها لاي حد، لازم اللي يتجوزها ده يكون ابن حلال ويخاف عليها ويحميها. اطمني يا طنط، ان شاء الله مروه في عناية الاثنين. ربنا يتمم بخير. طب نقرا الفاتحه بقى ونقول خير البر لعجله. وده كلام، لما والدك ووالدتك يجوا نتعرف عليهم نبقى كلنا نقرا الفاتحه مع بعض. هو مع الاسف والدي ووالدتي مش هينفع يجوا. ليه يا ابني لا سمح الله؟ احنا فينا عيب ولا ايه؟ لا والعياذ بالله، حضرتك مين قال كده خالص؟ بس هي المشكلة تخصني أنا، لأن هم الحقيقة مش راضين إن أنا أشتغل مغني، وده حقيقة حلمي وطموحي طول عمره. شوف يا ابني، المثل بيقول إن ما كان لكش كبير اشتري كبير، وأنا لما حاجة أجوز بنتي لازم أناسب عيلة مش أناسب فرد، وأنا ما أرضالكش إن أنت تتجوز من ورا أهلك. كلامه مظبوط يا ابني، ما هو مش معقولة أبدا، أنت لو ليك أخت هتقبل تتجوزها بالطريقة دي؟ هو في الحقيقة أنا الظروف أقوى مني، بس أنا شاريها بظروفي. واحنا كمان شارينك ومرحبين بيك، بس في اصول ما نقدرش نتعداها مهما كان السبب. يعني افهم من كده ان حضرتك رافض خطوبتنا؟ ايوه، بس لو جيت انت واهلك انا اول واحد هبارك لك واكون اسعد واحد. غير كده انا ما عنديش بنات للجواز. الله ينور عليك يا محتاي يا برنس، هو ده الحل الوحيد. هو يا ابني انا لسه اتكلمت، هو انا لسه اتكلمت عشان تنط في بقي؟ انت مجنون؟ حاجه غريبه قوي يا ابني. انتوا بتقولوا ايه؟ انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا مين اصلا؟ ايه اللي انتوا بتهبلوه ده؟ انتوا عيال عبيطه. اسمع بس يا طارق، اسمع، انت هتجيب مروه هتخليها تقول لابوها ان الشيطان ضحك عليكوا غواكوا وغلطتوا مع بعض والبت حبلة. تمام؟ تمام يا عم. تمام تمام. واول ما تروح هتروح لابوها هتقول لها بابا انا الشيطان ضحك عليا مع طارق ومش عارف اعمل ايه. ففي الحاله دي ايه اللي هيحصل؟ قول لي ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي هيحصل؟ هيجوزها لك غصب عنه، مش محتاجه فقاقه يعني. ايه الفيلم الهابط القديم السيس ده يا ابني؟ ايه رايك؟ لا بجد يا نخبه، محتاج عنده حق. شفتها في فيلم عربي قديم قبل كده، البطل اتجوز البطله وجابوا ابطال صغيرين. هي غلطتي ان انا اعرف جوز معفنين شمال زيكم اصلا. يا ابني معفنين في ايه يا ابني؟ معفنين ايه؟ انا خايف على مصلحتك، وياما بنات الشيطان ضحك عليهم يعني ما جاتش على البت دي. يا ابني انا استحاله اعمل كده، ضميري لا يمكن يسمح لي ان انا اعمل حاجه زي دي. انا غلطان يا عم طارق، انا قلت لك اللي عندي واللي انت شايفه غلط اعمله. يلا يا بهير. ها؟ يلا يا بهير. سلام يا نيق. يلا في داهيه، جوز اخبياء. بابا بابا الحق يا بابا، مندوب الضرايب جه بره معاه بوليس. مش معقول. اه والله معاه بوليس. في ايه؟ انا المره دي جبت لك البوليس معايا عشان الضرايب القديمه اللي عليك، يا اما تدفع يا اما اشمع لك المكتبه دي. لا مش ممكن، مستحيل يا استاذ. قدامك 3 ايام بالظبط، لو ما دفعتش الضرايب اللي عليك هضطر ان انا ابيع المكتبه دي كلها في مزاد علني. طب حضرتك مفيش اي مجال ان احنا ممكن نحل الموضوع ده يعني بشكل ودي؟ يا استاذ انا بنفذ القانون. هالظابط شمع المكتبه دي كلها. بالهنا والشفا. زعلتيني قوي يا ماما على عبد السلام. لا ما تزعلش ولا حاجه، انا رحت للمحامي وقال لي انه هيتصرف ويرجعه. ان شاء الله هيرجع يا ماما، طمني. احمد انت ما بتاكلش ليه؟ ها الاكل مش عاجبك ولا ايه؟ لا ازاي بقى، ده جميل قوي. طب يلا كل. تسلم ايدك يا طنط. قول لي حبيبي، هو اخواتك اخواتك وبابا عاملين ايه؟ كويسين يا ماما الحمد لله، ما تقلقيش نفسك. مشروعك بقى ايه النهارده؟ كنت قاعد مع وزير الصناعه بخصوص الموضوع ده، وكان متحمس جدا لتنفيذه. وساكت من الصبح ما حكيتليش ليه؟ مش عارف اعمل ايه في المصيبه اللي انا فيها دي يا محي، دماغي هتنفجر. المشكله ان المهله قصيره جدا والمبلغ كبير قوي. ما هو ده اللي مجنني، مخليني مش عارف افكر حتى. يا بابا احنا لازم نفكر ونعمل حاجه، حرام كده المكتبه هتروح من ايدينا. ده جات لي فكره غريبه. الحقني بيها. شوف مفيش حد هيخرجك من الازمه اللي انت فيها دي الا وسيله. وسيله؟ ايوه وسيله، هي الوحيده اللي ممكن تسلفك المبلغ الكبير ده في الوقت القصير ده. والله العظيم فعلا هو ده الصح. وسيله هي الوحيده اللي ممكن تنقذنا من الكارثه اللي احنا فيها دي. مش ممكن، مش ممكن ابدا. يا نبيل افهمني،
انت هتاخد منها المبلغ كده يعني مش حاجه، انت هتاخد المبلغ وبعد كده ابقى اكتب لها الشيكات وسدده لها على قساطي يا اخي. مستحيل مستحيل انا اعمل حاجه بالشكل ده. يا بابا يا بابا ابوس رجلك، لو المكتبه دي راحت مننا مش هنعرف نجيبها تاني. تروح في 60 داهيه، انا كرامتي فوق اي حاجه. ادخل. وسيله هاني. خير يا زين؟ طارق اخوكي بره وعايز يقابلك. بتتكلم جد؟ طب دخله دخله بسرعه واقفل الباب. حاضر حاضر. اتفضل اتفضل. صباح. السلام عليكم. وحشتني يا عيون سيل. نورت مكتب يا روحي، تعال اقعد. اخبارك ايه؟ وحشاني قوي. وانت كمان عامل ايه يا حبيبي؟ ايه المفاجاه الحلوه دي؟ هي مش حلوه قوي بصراحه. ليه يا حبيبي؟ والله يا وسيله يعني بابا عليه 40,000 جنيه وشمعوا لنا المكتبه وحالتنا بصراحه مش حلوه. بس كده؟ بس كده؟ هو في اكتر من كده مصيبه؟ لا يا حبيبي ولا يهمك، انا حالا اكتب لك شيك ب 50,000 جنيه، حل بال 40 منهم مشكله بابا، وخد 10 كمان ليك انت شبرق نفسك بيهم، واي وقت تعوز اي حاجه تانيه تجيلي على طول. ربنا يخليكي ليا يا اختي يا حبيبتي. اتفضلي. بس انا شايف يعني ما شاء الله كده ان انتي عماله تبعزقي في الفلوس كده زي الرز، يعني الموضوع ايه ده؟ خرب بيتك الله اكبر. متقلقيش يا حبيبتي، عيون الحباب ما بتحسدش. انا عارفه يا حبيبي، التيكو ده انت اخويا الصغير ودلوقتي من زمان، هتحسدني يعني. وانا اروح فين بقى في دلعك لنفسك؟ كاتبه لي سيلي على ايديكي وعلى رجليكي وشويه تكتبها لنا على الحيطان، الا لما في مره كده ليكي كاتبه تيكو حبيبي، تيكو اخويا، بطلي تحبي نفسك زياده، ده انتي انانيه قوي. يلا المهم يعني ربنا يخليكي لينا يا حبيبتي، ما نتحرمش منك ابدا. بعد كل قله الادب اللي قلتها دي امشي اطلع بره. لا انت عارفه والله، انت عارفه يا حبيبتي انا بحبك قد ايه. يا حبيبي على ايه؟ ده احنا اخوات ولازم نقف جنب بعض في الزنقه. امال اخوات منظر يعني؟ والله هو ده عشمنا كمان يا وسيله. سمر سمر وحشاني. ايه الحجاب اللي انت لابساه؟ وحشاني يا رويده، ما شفتكيش من ايام الجامعه. ايه بتعملي ايه هنا يا بنتي؟ ده المحل بتاعي. هي وسيله ما قالتلكيش ولا ايه؟ وسيله؟ اه دي بقت زبونه عندي هنا وبتيجي تشتري لبس. انما ايه؟ انت بتتكلمي جد؟ امال يعني اهزر معاكي؟ وجبتي كل ده منين يا روايده؟ ابدا يا ستي، اتجوزت راجل كبير في السن، بس كان ايه يا سمر؟ مريش قوي سنه والتانيه واتكل على الله وساب لي ورث قد كده زي ما انت شايفه. وهشام اللي كان معانا في الدفعه. هشام مين يا بنتي؟ وهشام ده كان لاقي ياكل؟ قلبت طبعا. وهان عليك الحب اللي كان ما بينكم؟ بصي يا سمر، الزمن ده ما فيهوش حاجه اسمها حب، دلوقتي بقت كل حاجه الفلوس. المهم سيبك مني انا، انت اخبارك ايه؟ انا اتجوزت وبقى عندي بنتين توأم. ربنا يخليهم لك يا حبيبتي، انا لازم اشوفك تاني يا سمر، مالكيش حاجه اديكي عرفتي المكان. طبعا اكيد اكيد ان شاء الله. اما قولي لي يا رويده، انا شفت بادي هنا عجبني قوي. ده سعره كام؟ انت عبيطه ولا ايه؟ ده كادو مني ليكي. لا طبعا مش ممكن. انت هنا خلاص. هو احنا مش اخوات ولا ايه؟ ولا انت ما بتعتبرينيش زي وسيله؟ وسيله؟ اه طبعا طبعا. مجاهد يا مجاهد، تعالى لهنا يا سمر. انت ايه اللي بتعمله عندك ده؟ بلعبهم مستغماية. كويس انك جيتي، ده ملايص بيهم. مالهم فيهم ايه؟ عمالين يعيطوا من ساعة ما انت نزلتي، مش عارف اعمل معاهم ايه. لما انت مش قادر تقعد معاهم ساعة واحدة، امال انا بقى اعمل ايه اللي قاعدة معاهم 24 ساعة؟ امال هم قالوا ليه ان الجنة تحت اقدام الامهات؟ معاش شوية دول. ايه اللي في ايدك ده؟ ده بادي جديد. بادي جديد؟ وجبت فلوسه منين؟ دي انت كنت لسه طالبة مني فلوس. انت بتسمصري من ورايا ولا ايه يا سمر؟ دي واحدة صاحبتي وادتهولي. صاحبتي وادتهولي؟ لا تعالي هنا. تعالي يا هان. أنا عزعت. وصاحبتك تدينك بادي بمناسبة إيه؟ عريانة؟ إيه الجليطة دي؟ واحدة صاحبتي وعندها محل وحبت تهاديني، فيها حاجة دي؟ طب والمحل ده ما فيهوش حاجة رجالي؟ لا. ولا أطفالي؟ برضه لا. لبناتك مش ليا. أوف. طب صاحبتك دي مش حلوة؟ مجاهد صدق الله العظيم، عايزه ايه يا سمر؟ عايزه 500 جنيه، عايزه انزل اشتري شويه طلبات للبيت والبنات. والطلبات دي ما بتخلصش يا سمر؟ ما انا لسه مديكي فلوس من يومين. وبعدين يا سمر من ساعه ما خلفنا مفيش مره تيجي تقولي لي هات فلوس اجيب لك جلابيتين، فانيلتين، سروالين.
مش مهم احنا، المهم البنات. وبعدين هو انا باخد الفلوس دي اصرفها على نفسي؟ ما انا بصرفها على بيتك وعيالك. انا ما قلتش كده يا سموره، بس واضح يا حبيبتي ان الامر مختلط عليكي. انا موظف البنك مش صاحب البنك، في فرق كبير قوي يا حبيبتي. وانا مالي؟ هو انت مش ابوهم؟ ابوهم ابوهم ابوهم. طب انا عندي حل، نبدل، ابقى انا ابوهم؟ لا، ابقى انا امهم وانت ابوهم. مجاهد، هو انا كل ما اطلب منك فلوس تفضل تسمعني موشح ملوش اول من اخر؟ معلش يا سمر استحمليني، ما انا ماليش اب اورث منه ملايين الدولارات. قصدك ايه بالكلام ده يا مجاهد؟ ولا قصدي ولا قصدك، اللي اعرسه بطحة يحسس عليها. عن اذنك، كان نازل اصلي العصر. منورين يا احلى نجوم في الوطن العربي والاوروبي. ده نورك يا احلى مذكار في العالم كله. على فكره هذا الواد ده يبقى نجم كبير قوي، هتشوف. انا عمري ما قلت حاجه غلط. احساسه وصلني، كل ما يغني اغنيته بتاع خش نام يكبس عليا النوم. ده من ذوقك يا معلمه. جامد يا ده والله. بقول لكم يا رجاله، ايه رايكم في المكان؟ ده حاجه عالمية والله العظيم، حاجه تحفه. بس انا حاسس ان دماغي مش شفلحه كده. انا بقالي 25 سنه بضرب، اول مره اعمل الدماغ العالي. هو كده يا نجم، اللي يجي هنا لازم يبقى اعمى واطرش لكن حساس. لو انت صادق لازم يكون حشاش. هو الحشاش ايه يا نجم غير الراجل حساس؟ حلوه دي. اقول لك ايه، صبح وخد دي وادعي لاخوك.